بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يد الله فوق أيديهم صدق الله العلي العظيم. لازلنا في الأجواء العطرة المباركة الميمونة لميلاد ثاني أعظم وأفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. فحديثي هذا اليوم كله يكون بقراءة حديث شريف مفصل، هذا الحديث الشريف حديث صحيح السند حسب تعبير البعض في أمثال هذه الأحاديث، حديث أعلائي، رجال السند كلهم ليسوا فقط ثقات وإنما هم ثقات أجلاء، علماء، فقهاء، ومن أعظم الفقهاء. من يعرف بعض الشيء عن الرواة وعن الأسانيد، أقرأ لكم السند بسرعة فقط. الحديث هذا رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم، وهو أهم أساتذة وشيوخ الكليني، عن أبيه علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريدة بن معاوية العجلي. اسم ألمع من اسم. أسماء هؤلاء الذي يعرف عن هؤلاء بعض الشيء أسماؤهم تشرح الصدر، أسماؤهم تذكر بالعظمة. وأما بريد الراوي هذا الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بريد من خيرة الخيرة، من قمة القمم. بريد من حواري الإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما، في حديث
وحديث صحيح أيضا هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. من هم؟ يذكر الإمام أربعة أسماء: بريدة بن معاوية العجلي، وأبا بصير، ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة. ثم يقول في كلامه ضمن كلامه: لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. لاحظوا مقام هؤلاء الأربعة، أحدهم بريد راوي هذا الحديث الشريف. الحديث هذا حديث رغم أنه حديث مفصل ومطول، ولكن هذا الحديث يكشف، وأمثال هذا الحديث أيضا أحاديث كثيرة، يكشف جانبا من ما يعتقد به المؤمنون من أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الطريق، هم الواسطة حسب تعبير البعض، نزولا وصعودا. نزولا يعني من الله إلى الخلق، وصعودا من الخلق إلى الله عز وجل. لماذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اختيروا هكذا؟ لماذا لا يكون غيرهم؟ طبعا هو اختيار الله سبحانه وتعالى، لا يرتبط بأحد ولا يعرف هذه الموازين أحد، ولكن هذه الأحاديث الشريفة تكشف جوانب من هذه القضية. عن بريد بهذا السند العالي الصحيح، عن بريد بن معاوية قال: سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من الكوفة إلى باديتها. مصدق هو الذي يجلب الزكوات، يجلب الصدقات، هذا يسمى مصدق. تعلمون الصدقة في القرآن الكريم في روايات كثيرة أطلقت على الزكاة الواجبة، هذا الذي كان يذهب من قبل الحكام يأتي بالزكوات، هذا الشخص يسمى مصدق، جالب للصدقة. الزكاة من الناحية الدينية نعرف أهميتها، إحدى أهم الفرائض الدينية، مع قطع النظر عن الجانب الديني، في الجانب الدنيوي بمصطلح اليوم ضريبة. الضرائب شيء يقره جميع البشر، طبعا كيف تكون، كيف تصرف، أين تصرف، هذا لعله فيه كلام، فيه كلام طويل بين البشر، فيه خلاف كبير، ولكن أصل وجود الضرائب هذا شيء يقره كل البشر. الضرائب الدينية الزكوات الواجبة تصرف ليس كالضرائب التي يأخذها الحكام، الضرائب الدينية تصرف لتعديل مستوى المجتمع اقتصاديا. أنت عندك أموال، هناك فقراء ما عندهم، يلزم أن يخفف الفاصل، يقرب، تقرب المسافة بين الطبقات المختلفة في المجتمع. هذه إحدى عوامل وجوب، لعلنا نقول إحدى الحكم لوجوب الزكاة، طبعا حكمها كثيرة. الضرائب الدينية، الزكاة افرضوها ضرائب على الأقل، طبعا هي ضرائب من نوع آخر، من نوع راقي لشيء مهم، لا مثل ضرائب كثير من الحكومات التي أين تذهب الله العالم. لا، الضرائب الدينية مجالها واضح، أهميتها كبيرة، نفرضها ضرائب خلاص على الأقل،
لاحظوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق. وصايا، وصايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص الذي يجلب الزكوات أو التي نسميها الضرائب، الضرائب الدينية. الوصية الأولى، هذه الوصية لا تجدونها في أي حكومة بالنسبة إلى أي مسؤول في قضية دنيوية مال. يا عبد الله انطلق، أول وصية، هذه أول وصية الأنبياء، أول وصية الأوصياء في كل القضايا حتى القضايا التي لها صبغة دنيوية، قضية مالية. انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له. هل تعرفون مسؤولا، لا أقول الحاكم الكبير، لا حتى المسؤولين العاديين، مدير، وزير، عندما يريد أن يرسل شخصا إلى مهمة يقول اتق الله، أول وصية التقوى، كن خائفا من الله عز وجل، راقب الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية هي وصية بداية وصايا الأنبياء والأوصياء، هذه ميزة من ميزات الأنبياء والأوصياء. ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه. هذه الوصايا المعنوية ليست مجرد كلمات كما اعتاد البعض على ذكرها في بعض الخطب، في بعض خطب الجمعة، بعض أبناء المذاهب الأخرى. أوصيكم بتقوى الله شيء عادي، لا، وصية حقيقية في كل القضايا حتى في القضايا الدنيوية التي لها مظهر دنيوي، هي قضية دينية طبعا. راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان. النادي المجلس، مجتمع القوم، محل اجتماع القوم يسمى ناديا. فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم. لا تذهب إلى بيوتهم، البيوت فيها النساء، فيها الأطفال، هذا الشخص جاء من قبل حاكم، النساء الأطفال قلوبهم ضعيفة، شرطي وراء هذا الشخص، حكومة، يخافون، لعله يخافون، لعله شيء قليل من الخوف يحصل في قلوبهم. لا تذهب إلى البيوت، عند الرجال اذهب، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم. حق الله يلزم أن يذهب إلى من؟ إلى ولي الله، إلى الذي جعله الله عز وجل وليا، طبيعي. هذه العبارة التي الآن أقرأها، ابحثوا في كل تاريخ البشر منذ آدم إلى يومنا هذا، في الحكام العدول، لا أقول في الجبابرة، في الطغاة، في الظلمة، لا، في الحكام العدول، في الحكام الذين كانوا من أعدل العدول، لا أقول لكم اسألوا هذا، ابحثوا عن هذه الكلمة في حياة الأنبياء الذين حكموا، تجدون مثل هذه الكلمة. الزكاة ما هي؟ واجب شرعي، على الأقل ضريبة. يا أخي، حاكم يرسل شخصا ليأخذ الضريبة، لاحظوا أمير المؤمنين ماذا يقول له: ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق؟ اسألهم،
يوجد حق لله في أموالكم أم لا؟ فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه؟ فإن قال لك، هذه معجزة، هذه التي لا تجدونها في حياة كل الحكام حتى أعدل العدول من الحكام، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه. ضريبة تريد أن تأخذها، اذهب إلى الناس قل لهم هل في أموالكم حق؟ إذا قال شخص لا فلا تراجعه، خلص في تاريخ البشر تجدون حاكم هكذا؟ لا، أعظم من هذا، لا تراجعه مرة ثانية، لا تسأله، خلاص مرة واحدة. الإمام لا يقول لا تبحث عن صحة كلامه وسقم كلامه لعله يكذب، وما أكثر الكذب في المال والكل يعرف. إذا قال لك قائل لا ماكو في أموالي حق، ملياردير يقول ليس في أموالي من حق لله عز وجل، فلا تراجعه، خلص بس. تعرفون ضريبة تؤخذ هكذا من قبل أي حكومة؟ تجدون مثل هذه الكلمة في تاريخ الحكام كلهم. خصوصاً مع ملاحظة ما كان قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الإرعاب، من الإخافة، من الظلم. بعض خيرة المؤمنين، لا أقول بعض المؤمنين، بعض خيرة المؤمنين في قضية الزكاة قتلوا، لأنهم ضربوا، أوذوا، أرعبوا، قتلوا بعض خيرة المؤمنين بإقرار كل المسلمين، قتلوا في قضية الزكاة، ما أدى زكاته إلى فلان، قتل هو وأهله، وصنع به ما صنع. تعرفون بعض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول اذهب إليهم اسألهم عندكم حق لله عز وجل؟ فإن قال لا، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه. وإن أنعم لك منهم منعم، إذا قال أحدهم نعم في أموالي الحق، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا. فإذا أتيت ماله، الأموال في تلك العصور طبعا كانت، ما كانت بنوك، ما بنوك أمثال البنوك، ما كانت الأموال أين تحفظ؟ كل شخص يحفظ أمواله في أماكن، المواشي، الغلات، حتى الدنانير والدراهم، الذهب والفضة كانت تجمع في أماكن. شخص قال لك عندي لي يعني علي حق لله عز وجل في أموالي، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا. فإذا أتيت ماله، يعني المكان الذي يجتمع ماله فيه، فلا تدخله إلا بإذنه، ليذهب هو لعله يريد أن يجعل أمورا أشياء لا يريد أن يزكيها له، لا. فلا تدخله إلا بإذنه. لماذا؟ أمير المؤمنين يبين السبب، فإن أكثره له الزكاة، الحقوق الواجبة جزء من الأموال، بقية الأموال الله عز وجل جعلها للشخص نفسه، الأكثر له، هو الشريك الأكبر، فليذهب هو أولا. استأذنه فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ تأذن؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، اذهب إلى أمواله، فاصدع المال صدعين، قسم المال فرضا 100 من الإبل، آلاف من الدنانير، قسم المال قسمين، الحيوانات، المواشي،
الإبل، الغنم، البقر، هذه خب أنواع واضح، بعضها أفضل من بعضها، بعضها أغلى من بعض، بعضها أجود من بعض. الغلات، التمر، الحنطة أيضا واضح أنواع ودرجات. حتى الدراهم والدنانير آنذاك كانت درجات، ذهب جيد، ذهب رديء، فضة جيدة، في الروايات الشريفة كثير هذا الشيء مذكور. حتى أوزانها أحيانا كانت تختلف قليلا، حتى الوزن كان قليلا يختلف، ما كانت مثل اليوم شيء دقيق، العملات كلها متساوية، ما كانت هذا الشيء. قسم ماله قسمين نصفين، قل له أنت اختر أي النصفين لك، يخيره هو، طبعا هو قد يختار الأفضل. فاصدع المال صدعين، قسمه قسمين يعني شقين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، لا تقل له ها هذا الأفضل، أنت اخترت الأفضل، تجعل الأدنى لله عز وجل، لا عليك، بينه وبين الله، هذا لا يرتبط بك. مئة من الإبل 50-50، قل له أنت اختار 50، اختار 50 الأول خلاص، هذا 50 له، 50 الثاني أيضا ليس كله حق واجب، قسم القسم الثاني أيضا قسمين، وهكذا. ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى من ماله. كلما تقسم إلى أن تكون النسبة الواجبة في هذا المال. أكثر من هذا خلاص؟ لا ما خلاص. فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن استقالك فأقله. إذا قال لا مرة ثانية، شاف لا هو يريد الشيء الأفضل أيضا، مرة ثانية أصنع، لا بأس أصنع مرة ثانية، فأقله. ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله. موجود؟ لا أقول في تاريخ الحكام العاديين، في تاريخ الخيرة، في تاريخ الأنبياء، استثنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، تجدون مثل هذه الحالة؟ ائتوا لي. بعض الأنبياء حكموا، تعلمون عديد من الأنبياء حكموا، مثل هذا الشيء موجود في تاريخ يوسف، موجود في تاريخ سليمان، موجود سلام الله عليهم، على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عظام، عظماء البشر الأنبياء. في تاريخ الأنبياء هذا الشيء موجود، في تاريخ سليمان موجود هكذا شيء، حق واجب، ضريبة على الأقل. فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشيء منها. ثم أحضر، يعني أرسله، ثم أحضر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. هكذا رأفة عجيبة، رأفة استثنائية لا نظير لها، رأفة بالبشر. خلاص؟ لا، هذه رأفة بالبشر، رأفة بالناس. ثم يبدأ الإمام عليه الصلاة والسلام بوصايا في حق الحيوانات. تعلمون جزء من الزكوات حيوانات، إبل وغنم وبقر وغنم. فإذا انحدر بها رسولك، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما. الذي عنده تعامل مع حيوانات يعرف هذا الشيء، الحيوانات أحيانا تؤذي. إحدى الطرق التي يصنعها كل الناس في التعامل مع الحيوانات، اللي عنده حيوانات، مجموعة من الحيوانات، الحيوان عندما يؤذي يؤدب بطرق مختلفة، بالضارب، بغير ذلك. إحدى طرق التأديب للناقة مثلا، للبقرة، للشاة، أن يفصل بينها وبين وليدها، تؤدبها، لا تفصل بين الناقة وبين وليدها،
البشر. بعض الحكام، كثير من الحكام يصنعون ذلك مع البشر، امرأة يفصلون بينها وبين وليدها تعذيبا، يصنعون أم لا؟ أمير المؤمنين يقول مع الحيوانات لا تصنع هذا الشيء. ولا يمصرن لبنها، قل لهذا الذي المسؤول الذي أرسلت معه هذه الحيوانات هذه الزكوات إلينا، لا يمصرن لبنها. المصر الحلب بثلاثة أصابع، كناية عن كثرة الحلب، لا يحلب منها أكثر من اللازم، هذه عندها وليد. ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، الفصيل يبقى جائع، لا يصنع هذا الشيء. ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك عدالة حتى في الركوب. ركب على هذه الناقة ساعة، يركب على الناقة الثانية ساعة، لا يتعب إحداها. وليوردهن، حقا عجيب الكلمة، وليوردهن كل ماء يمر به. الآن شرب، شربوا في مكان، بعد خمس دقائق وجدوا ماء، يوردهن الماء. طبعا تعلمون عندما يورد الإنسان الحيوانات إلى الماء هذا يأخذ وقتا، لعل إحداها بقيت عطشانة. وليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل، هذه الكلمة أيضا في كل البشر غير موجودة، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق، الطرق إلى يومنا هذا، الطرق بعضها طرق وعرة، بعضها طرق جيدة، اسفلت، بعض الطرق لا، طرق وعرة مثلا. الطرق الوعرة تؤذي الراكب، الطرق الجيدة تريحه. لا يفكر هذا الشخص في نفسه، لا يأخذ الحيوانات إلى الطرق الجيدة، إذا كانت في الطرق الوعرة نبات، نبت أعشاب تأكلها هذه الحيوانات. تعلمون عادة في الطرق الجيدة لا توجد أعشاب، في الطرق الوعرة تكون أحيانا. ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق، لا يفكر أنه يذهب بهن إلى الطرق الجيدة، أنت مسؤول عنها، كن رؤوفا بها، كن رحيما بها، فكر فيها لا تفكر في نفسك، أنت تتعب فليكن، أنت مسؤول، هي تحت قبضتك، كن رؤوفا بها. في الساعة التي فيها تريح وتغبق، أو تغبق الإراحة، النوم آخر النهار، الغبق يقال غبقة، الغبوق الشرب آخر النهار أو الأكل أيضا. وبعد كل هذه الوصايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وليرفق بهن جهده، أكثر من هذا بقي شيء أصلا يا أمير المؤمنين؟ كل هذه الوصايا لا، وليرفق بهن جهده يعني قدر استطاعته، حتى يأتينا بإذن الله سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمنا أو في بعض النسخ فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهد وإلى جهدك ونصيحتك، يعني كن ناصحا لمن بعثك وبعثت في حاجته. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أيضا لنا، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. اللهم صل على محمد. تريد أن تكون مع أهل البيت في الرفيق الأعلى؟ أجهد نفسك، أتعب نفسك في طاعتك لإمامك، في طاعتك لأوامرهم صلوات الله. قال بريد
ثم بكى أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام. الإمام عندما وصل إلى هنا بكى، الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام بعد ذلك بيّن ما حدث بعد أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين كان هكذا. ثم بكى أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا بريد، والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا. هكذا كان أمير المؤمنين. أما بعد أمير المؤمنين ماذا صار؟ بعد ذلك قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بشر بشارة. هكذا كان أمير المؤمنين. بعد أمير المؤمنين الأوضاع اختلت، الأوضاع تغيرت، ولكن الله عز وجل سيعيد شخصا حفيدا لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعيد الحال أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى. القلوب الميتة الله يحييها، أو لعله إشارة إلى الرجعة، يحيي الله الموتى يعني الأموات لعله، أو البعض احتمل أنه يحيي الله الموتى المؤمنون بحكم الأموات في الدنيا، لا لهم صوت يسمع، لا لهم مكانة، مهمشون كالأموات، الله عز وجل يحييهم. لا تذهب، أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء الظالمين، الطغاة يميتهم، ويرد الله الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه. فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا، فوالله ما الحق إلا في أيديكم. مثل هذه الرأفة تجدون في كل تاريخ البشر أبدا. من حق الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول، يقسم بالله عز وجل: والله ما بقيت لله حرمة، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه. هكذا شيء موجود غير موجود؟ كيف لا وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو وجه الله، هو يد الله بالمعنى الصحيح، لا بالمعنى الذي يذكره البعض، له وجه له يد، حاشا لله من ذلك. هو وجه الله من الخلق إلى الخالق عز وجل، هو وجه الله. أمير المؤمنين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم وجه الله. الإنسان يتوجه إلى وجه الشخص. عندما تريد أن تتوجه إلى الله عز وجل يلزم أن تتوجه إلى من؟ محمد وآل محمد صلوات الله عليه. عالم شاعر يقول في مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كشف الستر عن الحق المبين. في مولد أمير المؤمنين كشف الستر عن الحق المبين، وتجلى وجه رب العالمين. الوجه الصحيح لا بالمعنى الغلط. وبدا مصباح مشكات اليقين، وبدت مشرقة شمس الهدى، فانجلى ليل الضلال المظلم. فقيه آخر أيضا شاعر كبير يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول له: حاشاك يا أمير المؤمنين، حاشاك أن تسمو إليك سماء. البشر لا يسمون إليك، لا يسمون إليك، السماء لا تسمو إليك،
حاشاك أن تسمو إليك سماء، أنت الفضاء وما سواك هباء ذرات. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام، إلى أن يقول هذا الشاعر الفقيه، يقول: فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما؟ رأيتم حاكما يعيش في الكوخ؟ فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما قد أرقته حشاشة سغباء، حشاشة كبده سغباء جائعة. تعرفون حاكم جائع؟ أو هل عرفتم حاكما يطوي على جوع ليأكل قوته الفقراء؟ هو لا يأكل قوت الفقراء، لا يأكل حتى قوته يعطيه للفقراء. أو هل عرفتم حاكما يطوي على جوع ليأكل قوته الفقراء؟ أو هل سمعتم أن مسؤولا كسته قطيفة وله الفلات فناء في الفلات في الصحراء ينام على التراب؟ تعرفون هكذا مسؤول؟ أو هل عرفتم؟ أو هل سمعتم أن مسؤولا كسته قطيفة وله الفلات فناء؟ أو من يواسي المسلمين فلا يحيف به العطاء ولا يجور قضاء إلا عليا؟ من تعالى قدره وتقدست بسمائه الأسماء. والله ثم والله، في كل تاريخ البشر لا يوجد حاكم عادل قمة في العدالة. لو بحثنا أرأف من أمير المؤمنين، لنا الحق أن نسمي أمير المؤمنين أرأف حاكم في تاريخ البشر، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله عليه وسلام الله عليه ورحمة الله عليه ورضوان الله عليه وبركات الله عليه. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة لميلاده، مولود الكعبة الذي شرف الكعبة بولادته، مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاته أن يجعلنا من خيرة مواليه ومحبيه وشيعته. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهديه.